بعض الناس يظن أنه متى ما نوى الاعتكاف 10 أيام مثلا ثم اعتكف 9 أيام أو 8 أيام فأبطل اعتكافه في اليوم 9 أو في اليوم 10، يظن أن الأجر الذي اعتكف في الأيام الماضية يظن أنه قد ذهب وبطل، وهذا غير صحيح، توهم غير صحيح. فكل يوم له أجره من حيث الاعتكاف، ومن ثم فإنه لو نوى الاعتكاف 10 أيام ثم بعد 5 أيام أبطل اعتكافه، ما مضى من أيام يكتب له أجرها.